حكمة قالها أجدادنا زمان، تعالوا نعرف في حكايات فرعونية أصل أجدادنا وكانت حياتهم عاملة إزاي. هنتكلم النهاردة عن حكاية فرعونية من الذهب الخالص، حكاية الملك الذهبي توت عنخ آمون اللي اتولد من حوالي 4000 عام. اتولد الملك الذهبي في عام 1341 قبل الميلاد وسط أسرة ملكية مكونة من الأب وهو الملك إخناتون والمعروف بالملك أمنحتب الرابع، وتم التأكد ان والده هو أمنحتب الرابع من خلال اختبارات الحمض النووي DNA. اما والدة الملك الذهبي عرفت باسم السيدة الشابة او السيدة الصغيرة، وهي بنت الملك أمنحتب الثالث والملكتي، والمومياء الخاصة بها موجودة الان بالمتحف المصري بالقاهرة، وهي اخت سات آمون وإست ونبتة وإخناتون وسمنخ كارع. تزوج الملك الذهبي الصغير توت عنخ آمون من أخته عنخ إسن آمون، وكان الزواج من الأخت شائع بين الملوك المصرية قديما على الرغم من عدم وجود ذلك في أفراد الشعب، وذلك للمحافظة على الدم الملكي. نتج عن هذا الزواج مولد بنتين، ولكن ولدوا متوفيتين. تولى حكم مصر لما كان عمره 9 سنوات بعد وفاة أخيه سمنخ كارع، وظل فترة حكمه من عام 1332 قبل الميلاد حتى عام 1323 قبل الميلاد. وخلال فترة حكمه كان بيتولى شؤونه الملك آي الذي كان يطلق عليه الوزير، وهو الذي دارت حوله الشبهات والاتهامات بقتل الملك الذهبي توت عنخ آمون لطمعه في حكم مصر، والذي زاد من هذه الشبهات بأنه أصبح ملك مصر بعد وفاة الملك الذهبي توت عنخ آمون صغيرا في عمر 18 عام. وأصبح الوزير آي خليفة الملك الذهبي، بل وتزوج من أرملته عنخ إسن آمون. حياة الملك توت عنخ آمون كانت حياة قلبها الغموض وغلافها من الذهب الخالص.